معكم بارك بيبي، يحييكم في صفحتكم البيولوجيا بالدارجة. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة للتوصل بالجديد. إذا ما زلنا مع درس البيولوجي سيلولير. إذا في هذا الدرس سوف نتطرق إلى السكريات في الغشاء السيتوبلازمي أو ما يسمى لوغليكوكاليكس ألو لامون بلازميك. ألوغ نو زافون دي بوان دو كور. ألوغ عندنا مجموعة ديال الأهداف اللي غادي نطرقوا لها في هذا الفيديو. الهدف الأول كونيتخ لا نوسيون دو غليكوكاليكس. غادي تعرفوا شنو هي غليكوكاليكس لان الاغلبيه غادي يكون اول مره كيسمع غليكوكاليكس. اذا غادي نعرفوا شنو هو الغليكوكاليكس. سافوار لا لوكاليزاسيون دو غليكوكاليكس. غادي نعرفوا هاد لو غليكوكاليكس فين تيكون البلاصه ديالو لا لوكاليزاسيون تاع موضوع. كونيتر لي رول دي موتيف غليسيديك على سيرفاس دي سيلول. نعرفوا الدور ديال السكريات في الغشاء ديال الخليه خاصه في الجهه الخارجيه ديال الغشاء السيتوبلازمي. Et savoir faire le lien entre ces glucides et les protéines et les lipides membranaires. Et donc, الهدف ايضا ديال من هذا الدرس هذا غادي نشوفوا العلاقه تربط العلاقه ما بين السكريات والدهنيات والبروتينات في الغشاء السيتوبلازمي. Et faire le lien avec les fiches sur les jonctions cellulaires et l'adhésion cellulaire. Et donc, هذا les jonctions cellulaires ou l'adhésion cellulaire. هنا غير غادي نعطيو دي نوسيون لان هادو بالضروره تيكونوا في ليستولوجي، تيكونوا في الكور ديال ليستولوجي. لي جونكسيون سيلولير ولا ديسيون سيلولير بمعنى في المنطقه فاش كتلقى الخليه مع الخليه. الوغ دي جينيراليتي لي بروتيين لي ليبيد مومبرانير فيزون فاس او ميليو اكسترا سيلولير سون غليكوزيلي. اذا كما شفنا في الفيديوهات السابقه بان البروتينات والدهنيات في الجهه الخارجيه ديال الغشاء السيتوبلازمي يمكن لنا نتلاقاو في مثلا في بروتين تلاقاو فيه واحد السكري لاصق في ذاك البروتين وكنسميوه غليكو بروتين، ولا نتلاقاو مثلا غليكوليبيد. غليكوليبيد بمعنى واحد السكر لاصق في الدهنيات هذوك كيتسموا لي غليكوليبيد. الوغ لي ليبيد اي لي بروتين مومبرانير فيزون فاس او ميليو اكسترا سيلولير بمعنى في الجهه الخارجيه ديال الغشاء السيتوبلازمي سون غليكوزيلي بمعنى تيكون فيهم السكريات. اي 10% دي فوسفوليبيد سون غليكوزيلي. لي فوسفوليبيد قلنا هي لونيتي ديال لا مومبران سيتوبلازميك. لا مومبران سيتوبلازميك كتكون من الفوسفوليبيدات بزاف. الوغ هاد لي فوسفوليبيد 10% ديال لي فوسفوليبيد تيكون فيهم لاصق فيهم السكريات، اولا تنقولوا غليكوزيلي بمعنى لاصق فيهم السكر. L'ensemble des glucides forment un manteau appelé glycocalyx. Et donc, pour nous, le مجموع ديال السكريات ديال الغشاء السيتوبلازمي كيشكل واحد الرداء كيتسمى الغليكوكاليكس. Alors le glycocalyx c'est un manteau glucidique. Alors les glucides sont le plus souvent des oligosides hétérogènes, c'est-à-dire des combinaisons de plusieurs monosaccharides connus بليز او موان موديفيي. اذا هنا بالنسبه للدرس ديال السكريات بالضبط في التفاصيل غادي تشوفوه في اس 3 ان شاء الله. اذا حنا دابا هنا اللي ممكن تعرفوه هو ان السكريات تكون من اوليغوزيد. الوغ شنو هو اوليغوزيد؟ اوليغوزيد بمعنى بحال مثلا النشا. النشا مثلا فيها مجموعه ديال السكريات، ما فيهاش غير سكر واحد، تنهضروا على سكر معقد كيتسمى اوليغوزيد. او هيتيروجين. هيتيروجين بمعنى انه غير متجانس، بمعنى كتلاقاو معاه من البروتينات، كتلاقاو سكر معاه بروتينات ولا سكر معاه دهنيات ولا سكر معاه شي حاجه اخرى. اذا سكر زائد شيء اخر ليس سكري. السكر زائد شيء اخر ليس سكري كيتسمى اوليغوزيد هيتيروجين. هيتيروجين بمعنى ان هذا السكر تتواجد معه اشياء اخرى غير سكريه. C'est-à-dire des combinaisons de plusieurs monosaccharides connus, plus ou moins modifiés. Les monosaccharides, par exemple, la glucose, par exemple, la fructose. Alors, c'est les marofins bzaf. Quand bzaf des sucreries, par exemple, la tagatose, la ribose, la ribulose, etc. Et dans ces cas, bzaf des sucreries, les qui sont les monosaccharides, ou la sucre ohadi. Quels les disaccharides? Les disaccharides, bien sûr, c'est juste des sucres, par exemple, la galactose. الغالاكتوز مثلا فيه جوج ديال لي سكر. الغالاكتوز كنلقاو في الحليب مثلا، فيه جوج ديال السكر في الجليكوز زائد الفريكتوز كيتسمى ديساكاريد. وكاين لي بوليساكاريد بحال مثلا النشا لاميدون. لاميدون النشا سي تان بوليساكاريد. اولا عند الخلايا الحيوانيه النشا كنتلقاوها في الخلايا النباتيه، اولا مثلا في الخلايا الحيوانيه كتلقاو مثلا الجليكوجين. الجليكوجين هو عباره عن بوليساكاريد، سي تان بوليساكاريد. الوغ مثلا هنا كاين بليزيوغ مونوساكاريد بحال المانوز، الجليكوز، الجالاكتوزامين، لي زاسيد ان اسيتين يوريمينيك اكسيتيرا. الوغ لي غليسيد كونستيتيف دو مونتو كيتسماو الجليكان. اذا الجليكوكاليكس شنو هو الجليكوكاليكس؟ هو مجموعه ديال السكريات المتواجده في الغشاء الخارجي
للغشاء السيتوبلازمي. الوغ في الجهة الخارجية للغشاء السيتوبلازمي. إذا هاد السكريات عندها دورين أساسيين. الوغ إل بوسيد دو رول إسونسييل. الدور الأول لا ريكونيسونس إي ليدونتيتي، بمعنى يمكن لينا نعرفوا الخلايا. بحال مثلا نعطيكم مثال، مثلا كنقولوا مثلا واش انت عندك فصيله ديال الدم ا، او لا عندك فصيله ديال الدم بي، او لا عندك ا بي، او لا عندك او. اذا شنو هي هذه الفصيله ديال الدم ا بي او؟ اذا كما كتعرفوا الدم كيتكون من كريات حمراء. اذا هذه الكريات الحمراء كل شخص لكل شخص نوع من السكريات محدد في الكريات الحمراء. مثلا اذا كان مثلا الشخص اللي عنده مثلا فصيله الدم ا عنده واحد النوع ديال السكريات ا، وبالنسبه للشخص اللي عنده بي عنده واحد النوع اخر من السكريات بي في الغشاء السيتوبلازمي ديال الخليه. والشخص اللي عنده مثلا فصيله الدم ا بي، بمعنى عنده جوج الانواع ديال السكريات، عنده النوع ديال السكريات ا والنوع ديال السكريات بي. وكاين الشخص اللي كيتسمى او، بمعنى ما عندوش واحد النوع ديال السكريات، دان كيتسمى او بمعنى زيرو، بمعنى ما فيهش دي ريسبتور جلوسيديك. اذا هنا كده مثلا كنفصلوا. الو هنا الو هاد السكريات هادو اللي كاينين في الغشاء السيتوبلازمي سمحوا لنا اننا نصنفوا الخلايا. الو لا ريكونيسونس، اول حاجه باش نعرف الفصيله ديال الدم ديالك، لا ريكونيسونس نعرفها واش ا ولا بي، كنعرفها باش كنعرفها بالسكريات. اذا الدور ديال السكريات هو اول دور هو لا ريكونيسونس، كيسمحوا انني نعرف الخليه. اي ليدونتيتي، نحدد ليدونتيتي الهويه ديال هذه الخليه دي سيلول، باغ اكزومبل دي غروب سونغين على سيرفاس دي زيماسي. لي زيماسي هما لي غلوبيل روش، هما الكريات الحمراء كيتسموا لي زيماسي. الوغ لوغ زاديسيون، او لا مثلا الدور الثاني ديال السكريات هو انه الخلايا كتربط، باش الخلية تربط مع خلية أخرى. نعطيكم مثال، مثلا الخلايا ديال الجلد، مثلا الخلايا ديال الجلد خلية حدا خلية، خلية حدا خلية، خلية حدا خلية. كنهضروا على سيلول إبيتيليال، تيكون أن إبيتيليوم أن تيسيو، خلية حدا خلية. ألوغ هاد الخلايا ما مفرقينش، مرتبطين مع بعضياتهم. باش مرتبطين مع بعضياتهم، اللي كيساهم في هذاك الارتباط هو السكريات، أو لا الجليكوكاليكس. السكريات كيساهموا الجليكان لي سكر كيساهموا فاش في لاديسيون، كتسمى لاديسيون افيك لوغ انفيرونمون. اذا كتسمح للخليه انها ترتبط الخليه مع وحده اخرى، وكذلك كيسمح ايضا هاد السكريات هادو ان الخليه تعرف المحيط ديالها وتتعرف على المحيط اللي كاينه فيه. مثلا الخليه اللي كاينه في وسط اللي هو مالح يمكن لها تعرف على وسط مالح، او لا تعرف على وسط حمضي وما الى ذلك، عن طريق السكريات المتواجده في الخليه. الوغ هادو سو سون دي جينيراليتي. الوغ دي ماركور غليسيديك دي ايدونتيفيكاسيون سيلولير. الوغ بحال مثلا لي جروب سونغين هضرت عليهم، مثلا قلنا بان السكريات عندهم الدور ديال لي جروب سونغين. مثلا شنو مثال ديال لي جروب سونغين؟ بحال مثلا الفريكتوز والغليك، مثلا السكر الفريكتوز والجالاكتوزامين كيكونوا في لي جروب ا. مثلا اللي عنده فصيله الدم ا تيكون عنده سكر الفريكتوز، وتيكون عنده الجالاكتوز. الجالاكتوز لاصق فيه واحد الحمض اميني كيتسمى جالاكتوزامين. وبالنسبه مثلا للجروب بي، الجروب اللي عنده فصيله الدم بي عنده سكر الفريكتوز، ولكن عنده الجالاكتوز ما فيهش لامين. الو هذا سي تان جالاكتوز سبيسيفيك دي زونتيجين دي جروب بي، عنده واحد الجالاكتوز خاص ماشي جالاكتوزامين. اذا عن طريق السكريات ديال الغشاء السيتوبلازمي يمكن لنا نميزو ما بين، يمكن لنا نميزو ما بين الخلايا. الوغ الهدف هنايا ماشي تعرفوا لي جروب سونغين، ولكن الهدف ديال هاد البارتي هادي هي انكم تعرفوا الدور ديال السكريات. ركزوا على الدور ديال السكريات. الدور ديال السكريات هو ليدونتيفيكاسيون سيلولير، انهم كيسمحوا لنا نميزو الخلايا، ليدونتيفيكاسيون سيلولير. كذلك من بين الدور ديال الخلايا لو كومبلكس ماجور دو هيستو كومباتيبيليتي. هذا شفتوه في المناعه، شفتوه في الدرس ديال ليمينولوجي. الوغ لو كومبلكس ماجور ديستو كومباتابيليتي هو مركب التلاؤم النسيجي سي ام اش. اذا مركب التلاؤم النسيجي سي ام اش لو كومبلكس ماجور ديستو كومباتابيليتي، الوغ هذا كيكون عند جميع الخلايا ديال الجسم. مثلا سي ام اش واحد تيكون عند جميع الخلايا ديال الجسم، جميع الخلايا باش تعرف الخليه على بانها ذاتيه بوغ ديستانغي لو سوا اي لو نون سوا. الجسم باش كيعرف بان الخليه راه ديالو او لا الخليه ماشي ديالو. إذا كان عندها نفس السكريات إذا راه ديالو. كنهضروا على لوسوا، يعني سي ام اش واحد. سي ام اش واحد كاين عند جميع الخلايا اللي عندها النواة.
اللي بريزون شي توت لي سيلول كي بوسيد ان نويو. مثلا كاع الخلايا اللي عندهم النواة راه عندهم سي ام اش واحد. وبالنسبة لسي ام اش دو كتلقاو عند بعض الخلايا المناعاتية بحال مثلا لي ماكروفاج لي لانفوسيت اتسيتيرا. لي ماكروفاج هما البلعاميات لي لانفوسيت بي لانفاويات بي. لي سيلول دونتريتيك الخلايا التغصنية. لي سيلول دونتريتيك تيكونوا في الجهاز العصبي. اذا هنا يمكن لنا نعرفوا الدور ديال السكريات. اذا الدور ديال السكريات كيسمحوا مثلا في الجهاز المناعه ان الخلايا مع بعضياتها تتعرف على بعضياتها بانها تنتمي للجسم وتعرف الخلايا اللي ما كتنتميش للجسم. وكل واحد فينا عنده سي ام اش خاص به. سي ام اش واحد كل واحد فينا كل شخص عنده سي ام اش ديالو. سي ام اش واحد خاص كل شخص عنده سي ام اش واحد خاص به. وكل ما مثلا في مثلا في حاله تبرع بالاعضاء مثلا واحد الشخص بغى يتبرع لواحد الشخص بالاعضاء الا خدينا واحد العضو ودرنا لذاك الشخص يقدر الجسم ديالو يرفض هذاك الطعم يرفض هذاك العضو. ولكن الا كان عنده واحد التقارب في السي ام اش لان السي ام اش هاد السكريات فيه السكريات وفيه بروتينات. حتى في المهم السي ام اش داخل فيه سكريات وداخل فيه البروتينات. هو سي تان كومبليكس يعني هو عبارة عن مركب يعني فيه مركب فيه بزاف ديال المكونات ومن بينهم السكريات. والدور ديالهم انه يبيرمي ليدونتيفيكاسيون. ركزوا على ليدونتيفيكاسيون سيلولير. كذلك كيساهم في لاديرونس سيلولير بمعنى انه كيسمح للخلايا انها ترتبط مع الخلايا الاخرى. كنهضروا على لي زاديرونس لي ولا كيتسموا كام لان في لي زاديرونس سيلولير كاين عندنا جوج الانواع كاين صام وكاين كام. هذا راه غادي نشوفوه بالتفاصيل في الكور ديال ليستولوجي. الوغ لي زاديرونس كام بمعنى لا سيلول اديسيون موليكيل يعني لاديسيون اونتخ لي سيلول. الوغ كام بمعنى كيساهموا فيه مجموعه ديال السكريات ديال الغشاء السيتوبلازمي. الوغ سيل اديسيون موليكيلز بمعنى لاديسيون كي اسيغي باغ لي موليكيل. الوغ ليكزومبل مثلا كاين السيلاكتين لانتيغرين. لانتيغرين بانه كيربط كي بيرمي لانتيغراسيون ديال جوج ديال لي سيلول. كاين الكاديرين اتسيتيرا. كاين الكاديرين وبزاف ديال لي سكر لي غليكوبروتيين بطبيعه الحال. سو سون دي غليكوبروتيين الوغ هما عباره عن بروتينات وسكريات. الوغ الدور ديال السكريات ايضا. اذا السكريات بطبيعه الحال ميمكنش ليها تشتغل بوحدها ضروري كتشتغل مع البروتينات مع الدهنيات وما الى ذلك. وكيلعبوا الدور في لاديرونس سيلولير. لاديرونس هي الارتباط ما بين الخلايا. الوغ سي غليسيد اون ان رول دون لا ميغراسيون سيلولير. مثلا كيساهموا في الهجره ديال الخلايا لا ميغراسيون سيلولير. اكزومبل مثلا لا سيليكسيون اي ميغراسيون ديال لي لانفوسيت اترافير دي فيسو سونغين. بحال مثلا اللمفاويات لي لانفوسيت مثلا لمفاويات تي كات مثلا كتدي بلاصه كتنتقل من منطقه ديال مثلا منطقه لمنطقه فاش كاين التعفن والمنطقه اللي فيها الجرح. الوغ هذاك الانتقال بطبيعه الحال كيساهموا فيه السكريات كيعطيوها كيسهلوا عليها انها تنتقل. باغ لا ديابيديز هو الخروج ديال اللمفاويات او ديال البلعاميات ما بين الاغشيه ديال العروق الدمويه. اذا كتخرج من العروق الدمويه. اذا هذا سي ميكانيزم كبير ديال لا ديابيديز غادي نشوفوه في الدرس ديال المناعه. الو نتوما ما عندكمش هنا الدرس ديال المناعه. اللي كيهم هنا انكم تركزوا عليه. هادو غير سيمسون دي زيكزومبل بطبيعه الحال ديال لاديرونس سيلول سيلول ولا لاديرونس سيلول ماتريس اتسيتيرا. اللي كيهم هنا شنو هو انكم تعرفوا الدور ديال السكريات. اي ان الدور السكريات كتخلي الخليه مثلا تعرف لا سيلول ماتريس. الخليه تعرف المحيط ديالها. الخليه عندها داك الجهه الخارجيه كتعرف يا اما الخليه اللي كاينه حداها او لا كتواصل بها مع الجهه الوسط الخارجي لو ميليو اكسترا سيلولير. الوغ الدور ديال السكريات كاين رول ديال لاديرونس سيلولير وكاين الدور ديال ليدونتيفيكاسيون سيلولير. الوغ بالنسبه لو ترونسبور مومبرانير بالنسبه لي ترونسبور مومبرانير غادي نشوفوهم في الحلقه الجايه. غادي نشوفو لي تيب دو ترونسبور او نيفو دو لا مومبران بلازميك. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه ديروا جيم وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم وشكرا للمتابعه.